نيجي نتكلم في الامبلمنتيشن. اول ملاحظه هنلاحظها احنا قلنا اي تشابترز نتكلم في الاستراتيجي فورميليشن. يعني ايه استراتيجي؟ يعني ايه استراتيجي فورميليشن؟ وفي 3 تشابترز هنتكلم في اورجانيزنج وستارتنج اند دايركتنج وكنترول. معنى ايه كمان؟ اقول من نوت احنا قلناها من شويه بتاعه الفور مين فانكشنز بتاعت اي مانجمنت. اي مانجر في الدنيا لازم يعمل اربع حاجات: بلانينج، اورجانيزنج، ليدنج، كنترول. ليدنج اللي هي ستاف بس لما احنا نيجي نتكلم في 65-70% من الكورس في البلانينج بس، 30% تانيين في الفانكشنز. ده معنى ايه؟ بس اكيد طبعا. بس احنا مشكلتنا في مصر بعد الاشكال، بس مشكلات اساسيه في مصر. بس that's why انه ال 3 chapters القديم دول، يعني احنا مش هقول لكم ان احنا عايزين انا هركز عليهم قوي، بس the point is انه once I formulated the strategy implementation بتاعها هيبقى سهل، مش هيبقى معضله، مش هيبقى مشكله. الشابتر اللي راح اركز عليه بيسكلي اكتر هو بتاع الكنترولنج، لان هو اللي بيبقى مربوط قوي بالفورميليشن، وهو اللي انا ممكن استخدمه عشان تو ريفورميليت استراتيجي اف نيد. اوكي، اورجنايزنج از ان اورجنايزنج فانكشن فور مانجمنت. اورجنايزنج معناها ايه؟ معناها بمنتهى البساطه انه اي نيد تو allocate my resources in order to start implementing my plan. Simple. بالمعنى السهل بتاعها او المبدا السهل بتاعها. كويس؟ يعني ايه allocating my resources؟ انا النهارده في البلان قلت انا محتاج عربيه ومحتاج سواق ومحتاج بنزين ومحتاج ومحتاج ومحتاج. كويس؟ لو انا شركه عندي 3-4 عربيات وعندي 3-4 سواقين وعندي فالاورجنايزنج هنا حاجه يقول لي ايه؟ انا محتاج العربيه دي والسواق ده، وابتدي احدد. انا قبل كده كنت بحدد فانكشنز، انا محتاج عربيه ومحتاج سواق. دلوقتي انا محتاج هاخد العربيه الخمرة واعمل خمرة. كويس؟ عشان عارف انه الفانكشن دي او التاسك ده اللي هيعمله العربية الحمراء دي هتكون مشغولة بكرة وعمل مرة هتكون مشغولة. تاني حاجة في ال في تشابترز التنظيم، واحدة فيهم واحد اورجنايزنج، واحد ستافنج اند دايركتنج، والتالت كنترولنج اوف ذا ستاف. دول مربوطين مع الفورميليشن بالفور فانكشنز اللي اي مانجر في الدنيا بيعملها. اي مانجر في الدنيا بيعمل 4 فانكشنز رئيسيين، مفيش خلاف عليهم. وات ايفر انت في اي بوزيشن، في اي ليفل اوف مانجمنت، في اي اندستري، وات ايفر، تعمل بلاننج، تعمل اورجنايزنج، تعمل ليدنج، تعمل كنترول. كويس؟ بلاننج هو الفورميليشن، وهو ده الجزء الاساسي والجزء المهم الموضوع، لان انت من غير بلان مش هتعرف تمشي ازاي. كويس؟ بعد كده الاورجنايزنج as simple as that، انت how you allocate your resources to implement your plan. بمعنى النهارده لما نيجي نعمل بلان، لان احنا هنسافر اسكندريه مثلا، فاحنا محتاجين عربيه ومحتاجين سواق. هنا انا ما بحددش اني عربيه اني سواق. خطوه ثانيه في الاورجنايزنج هي انا بحدد فيها اني عربيه اني سواق. بمعنى ايه؟ لو انا في الشركه عندي 3 عربيات وعندي 3 سواقين، 3 اشخاص. كويس؟ حاجه اقول
التاسك بتاع السفريه بتاع اسكندريه دي هاخد فيها العربيه الحمراء زي ان انا فور سيتس انا مش محتاج اكتر من كده وسوى الرز هاخد وسوى ايه؟ الرز الرز عشان ولادي مع بعض في حاجه اسمها سواق الرز طب انا فيها ازاي؟ يعني اسمه السواق الرز رز عشان العربيه اسمه عم محمد مش لازم بس كويس المهم هاخد العربيه الحمراء والسواق الرز كويس كويس مش السواق البني لا هو شايف عشان اللون ما بقولك يعني يعني ايه مش السواق البني ف هو ده الموضوع الاورجنايز ان انا هاو تو الوكيت ماي ريسورسز هاخد الريسورس ده عشان يعمل الفانكشن دي او يعني سوري يعمل التاسك ده اللي هي بتصب في الفانكشن خلاص انا دلوقتي بقى عندي فانكشن استراتيجي فانكشن استراتيجي اتس ا شورت تيرم استراتيجي تو امبلمنت البزنس استراتيجي او الكوربريت استراتيجي بتاعتي خلاص فبالتالي لازم اعرف اي ريسورسز بالتحديد هبتدي احددها هي دي هو ده الموضوع الاورجنايز نو مور نو ليس ممكن يتطلب ان انا اعمل اورجنايزيشن ستراكشر جديد ممكن يتطلب ان انا اغير ناس اعين ناس اجيب ريسورسز حاجات منين اند سو اون بس في النهايه لازم عندي سبيسيفيك ريسورس فور ايتش تاسك مش حاجه بقى تتم بالمره بعد كده بقيت الاربعه بقيت الاربعه اللي هم الليدنج والعاوز ليدنج وكنترولنج ليدنج وكنترولنج الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده بس تخلص بس الشابتر ده وبعد كده هنتكلم ده ده هيبقى 9 ده 9 يبقى فاضل 10 و 11 دول النهارده ان شاء الله خلاص استراتيجي استراتيجي تبعك طبعا انا ممكن اخد بس سؤال سؤال جزئيا حضرتك فاتت اللي طول اللي احنا حددنا البريورتي بتاع الستيك هولدر مين المسؤول تماما انه يعمل دي؟ هل هو المدير ولا ممكن تتحمل على قسم متخصص معين؟ او الاسيوم اللي بيحط الاستراتيجي هو المسؤول عن ذلك في بعض الشركات بيبقى في شخص او في ديبارتمنت مخصوص اسمها بلاننج ديبارتمنت بس هنا مفهومها غلط يعني احنا عندنا بلاننج مالهاش علاقه بالكلام ده خالص انا شخصيا متفق معاك تماما في هذا الموضوع كل واحد لازم يعمل بلانينج. كل مدير لازم يعمل بلاننج الاستراتيجيز دي مسؤوليه التوب مانجمنت انما البلاننج ديبارتمنت موجوده بتبقى كيرنج اباوت بوردرز وبوردرز بلاننج ساعه بتبقى موضوع تاني خالص مينتنس لا لا بلاننج هو ده ده هو مفهوم البلاننج عندنا بيبقى شويه كده ده مالوش دعوه البلاننج ما بيعملش استراتيجي يعني البلاننج ديبارتمنت اللي موجود عندكم ما بيعملش استراتيجي بس خليني توب مانجمنت خليني اختلف معاك شويه في النقطه دي كالاتي لو انا بتكلم على كوربريت استراتيجي فاللي بيعملها عاده البورد اوف دايركتورز لو انا بتكلم على بزنس ستراتيجي عاده بيبقوا التوب مانجمنت هم السي او والمعاملين دول دول بيبقوا تحت البورد اوف دايركتورز بتاع الكوربريشن لو انا بتكلم على فانكشن ستراتيجي عاده اللي بيعملها الميدل لاين مانجرز والفيرست لاين مانجرز واللي حضرتك بتقوله ده انه اني لاين هيبدا ايه واني لاين هيعمل ايه ذيس از بارت اوف ذا فانكشن ستراتيجي كويس فده بيخش تحت يعني بيعملوا دايما يعني التوب مانجمنت مش هيقعد يقول لك الخط ده هيجيب هياخد المكنه دي والخط ده هياخد المكنه دي وده مش هياخد السواق ده والكلام ده كله ده بيتعمل عن طريق على الليفل بتاع الفيرست لاين مانجرز او الميدل مانجرز ده الفانكشن ما ينفعش حد من فوق يشغل دماغه بالعربيه الحمراء والسواق الرز وبيشغل دماغه احنا عندنا عربيه عندنا سواق مش هجهزه انا جهزه الوظيفه بتاعتك انت كمانجر في الليفل الادنى اللي هو الفيرست لاين او ايفن الميدل ان انت تجهز له الكلام خلاص
مين المسمى بتاع البلاننج ديبارتمنت اللي اتحط عندنا. للاسف هو مش انا ممكن اعمل بلاننج ديبارتمنت في الشركه عندي هي اللي تحط الاستراتيجيز، يبقى وظيفتها انها تحط الاستراتيجيز للتوب مانجمنت، بس ده مش صح وده مش بيحصل طبعا على فكره كويس. والبلاننج ديبارتمنت بيبقى اللي هو معظم شغلها عاده بيبقى ليه ريليشن بالفانكشنال استراتيجيز اللي هي بيسكلي اوبريشنز اللي هي الداي تو داي اوبريشنز او شورت تيرم اوبريشنز، مش بالاستراتيجيز والكلام ده كله. بيقول لك لا يا عم الاستراتيجيز دي مش بتاعتنا دي بتاعت التوب مانجمنت، لا لو بنتكلم على بلاننج انت ممكن تعمل ديبارتمنت تعمل استراتيجيز عشان الناس دي فاهمه يعني ايه استراتيجيز وفاهمه يعني ايه فاهمه يعني ايه ان انت تعمل بلاننج حتى لو كانت لونج تيرم كويس. انا في رايي الشخصي لا، المفروض ان كل مدير في مكانه بيعمل استراتيجي بتاعته هو او البلان بتاعته هو اكوردنج للليفل بتاعك. لو انت واحد فيرست تايم مانجر لسه دلوقتي مترقي ماسك مدير مع جديد، انت بتتكلم على فيرست تايم بتاخد الدايركشنز اللي جايه لك من فوق البزنس يونت استراتيجي، تبتدي تعمل الفانكشنال استراتيجي بتاعتك انت. لو انت واحد من التوب مانجمنت لا انت بتتكلم على انت هتعمل فانكشنال استراتيجي سوري هتعمل بزنس تيم استراتيجي للبزنس تيم بتاعك. لو انت واحد من البورد يبقى انت بتتكلم انت هتعمل كوربريت استراتيجي من الكوربريشن. معلش انا بس عشان قفلت الحته دي بليز، انا صاحب مصنع وعايز اعمل دلوقتي قسم لوضع الاستراتيجيات في الشركه ايا كان الاستراتيجيات دي خاصه بالماركتنج خاصه بالاوبريشن ايا كان ما ينفعش مش محبذ انت تعمل كده، لان انت لو عملت قسم يحط الفانكشنال استراتيجيز ده اللي بتتكلم عليه كويس؟ طب لما قسم الماركت هيعمل ايه؟ هو يساعدك انا هعمل قسم الاستراتيجي والقسم ده هيدور كل الناس دي هو اللي هيحط الاستراتيجيه لكل الناس دي ايا كانت الاقسام اللي بتتكلم يبقى انت ما عندكش ديبارتمنتس هو هيحطها مظبوط ممكن يحطوا ديتيلز انما المين تارجت بتاعي الشركه كلها ده بتاع التوب مانجمنت المين تارجت ده المين تارجت ده بتتكلم على البيزنس يونت استراتيجي ده كويس. خلينا عشان ما اطولش على الشغل كله لو انا عايز اجيب انا توب مانجمنت واخليهم هم دول اللي هيحطوا الاستراتيجيه بتاعت الشركه ايه المؤهلات اللي تخليني اخد دور واخليهم ان هم اكفى ناس يحطوا الاستراتيجيه ايه مؤهلاتهم؟ They need to be good planners. They need to be aware of the environment. They need to be aware of their mission. They need to be aware what to do in certain cases. How to fail. And sort of say, there's an example of if you give them. إحنا بنعمله حتى على مستوى إحنا الشخصي على مستوى الأسرة. مين اللي بيحط الكوربريت استراتيجي او البيزنس يونت استراتيجي؟ عادة الايه؟ الكوربريت استراتيجي بتاعت الاسره لو فرضنا ان الاسره دي اتس ا كومباني تبع فلوس مين عادة اللي بيعمل الكلام ده؟ عامل بيت صح مظبوط مين اللي بيحط الفانكشن استراتيجي؟ عادة السيت بتاع مظبوط كده؟ ليه؟ حضرتك وانت بتتكلم انت ما بتحطش ما بتخشش في الديتيلز بقى اللي هو ايه يعني هتعمل ازاي؟ هي هتتصرف هي اكتر منك على التصرف انا عايز اتغدى كويس ده اللي مثلا تمام وهي تيجي تقول لي لا هتجيب طماطمتين وثلاث خيارات وبساطين ومش عارف ايه وهكذا فبالتالي انت ما ينفعش ايه هجيب هفرق زي ما انت بتقول انت قلت لك على طول حضرتك قلت لك ما ينفعش تجيب حد متخصص يعمل استراتيجي ويدور الدور كله ما ينفعش لو جبت ديبارتمنت متخصصه في البلاننج بتعمل كل الاستراتيجيز على كل المستويات بما فيها الفانكشنال استراتيجيز كويس يبقى الناس بتوع الفانكشنال الديفرنت فانكشنز هم الناس اللي في الديفرنت ديبارتمنتس بيعملوا ايه؟ هينفذوها؟ طيب لما هم هينفذوها طب ما تخليهم موظفين عاديين ليه تخليهم مديرين؟ يعني انت لو خليتهم مديرين انت بترقيهم تديهم مرتبات اعلى من الناس اكسترا كوست
لو انا عايز انمي مدير اوصله لمرحله اللي يبقى متفوق جدا في مجال الاستراتيجيات. ادخله كليه ايه؟ ادخله دورات ايه؟ مش دخله كليه ايه؟ دخله مش مساله كليه، انت دخله بيسكلي كورسز في البلانينج، هاو تو بلان. بيسكلي هاو تو بلان، انه العمليه وبعدين خلينا هاو تو بلان دي ما بتجيش كده يعني، انت مش بتقول لا خبرات وربط خبرات ومش وخلي بالك نيفر ايفر لسه بقولش هنعمل من شويه الكيسز اللي معاكم هي دي الكيس حل الكيس اللي انت بتقولها ده ملوش علاقه بالكيس ولازم يطلع مش علاقه. لو احنا عندنا مشكله دلوقتي معينه البلاننج عباره عن حل مشاكل على فكره مش بس الناس ايه المشكله اللي احنا بنواجهها في البلاننج؟ هنعمل ايه؟ هروح فين؟ ما دي مشكله. انت عايز تعرف عايز تعرف حل البحر. لو احنا الاربعه خدنا كل واحد خد ورقه وقلم كده وراح قعد لوحده وكتب حل ممكن يكتب حل فيزبل من وجهه نظره هو ويبقى فيزبل من وجهه نظر ثانيه كلها. لكن مين فيهم احسن حل؟ ومفيش ولا واحد فيهم غلط. صح؟ لكن مين فيهم احسن؟ احسن من ناحيه هيوصلنا للهدف اللي احنا عايزينه باقصر طريق باقصر طريق واقصر وقت واقل تكلفه واحسن يوتيلايزيشن للريسورسز. بس فدي هنا بتخش وجهات نظر الناس. انا يا جماعه انا كذا عشان انا من خبرتي احنا لما عملنا المره في بروجكت اللي قبل كده لما عملنا كده الدنيا ما مشيتش. انا في خبرتي مش عارف فين فين. عشان كده مهم قوي 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 ان اللي يعمل البلان ده يجربوا مره واثنين وثلاثه ويغلط ويقعد يعني لازم يغلط عشان يعرف ان الدنيا مش بتمشي يعني مش زي غلطه كده مش بتحط تراك وتمشي عليه وهو كده لا. Never ever think that whenever you are going to set a plan that you're going to implement this plan 100% first time. No way. البلان اللي بتحطها اول مره لما تيجي في اخر البروجكت خلاص انت وصلت للاوبجكتيف بتاعك وتبص على الستبس اللي انت عملتها اكشلي وتقارنها بالبلان اللي انت حاططها لا يمكن تطلع هي لا يمكن يعني اتس امبوسيبل مش اللي هو يعني بنسبه 90 لا يمكن لازم حتى هي مختلفه. ليه؟ لان انت طول ما انت ماشي انت يعني ايه بلان؟ انت بتحط ستبس لحاجه عايز توصل لها في المستقبل. انت عارف كمان دي هيحصل يعني ايه دي مشكله؟ ممكن تغير الموضوع كله يعني ممكن تحصل مشكله نغير البلان تاني ونحط بلان بس لان انت بتخطط للمستقبل والمستقبل ده حاجه يعني تعتبر ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال اسعى انت تاخد الاسباب كويس بس الفكره كلها احنا برضه ستيل مهما كان وي ار نوت certain 100% of what's going to happen. That's why you need to be flexible, you need to put a mechanism اللي بيه ان انت بتقيس دايما البرفورمانس بتاعك عشان كده بضل احنا بنتكلم عليه في كنترول وده حاجه اللي احنا كمان ما بنعرفش نعملها في مصر. طب انا حطيت البلان وماشي عليها زي القطر كده؟ طب افرض الدنيا اتغيرت اعمل ايه طب؟ فنيجي وي نيد تو ريكلام هيك reformulate the strategy. Sometimes we think that according to the measures اللي انت هتحطها على التسعير، ما الكلام ده هنتكلم عليه في الكنترول ان شاء الله. خلاص؟ فكرت؟ Implementation. The sum total of all activities and choices required for the execution of a strategic plan. Activities and choices that are required for the execution of a strategic plan. Who are the people to carry out the strategic plan? What must be done to align company operations in the intended direction? How is everyone going to work together to do what is needed? أنا محتاج عربية، محتاج سواق. إيه يا أخوي؟ ما لازم السواق ده يكون بيعرف يسوق عربية، ولا ما أنا مش فاكر. صح؟ انا عايز عربيه توصل رئيس مجلس الاداره. العربيه دي هتبقى عربيه سيدان صغيره ملاك ما ينفعش اجيبها سواق معاه رخصه درجه ثالثه مش عارف اسوق بيها.
او لو انا محتاج تراك ما ينفعش كده سواء عادي من اي حد فينا معاه رخصه. حد فيكم جرب قبل كده ان هو يسوق عربيه كبيره؟ انا جربت مره سوق اتوبيس كان يعني سوقته بتاع 15 متر كده وبعدين كده مش عايز مش عايز ممكن ينزل النهارده بلاش حاجه او خد مثلا لما حد فينا بيجي يغير عربيه بيتعب شويه اقدم على الباير مش حتى لو هي نفس العربيه يعني نفس الحجم نفس بتطلع في الباير مش نفس الفكره فلازم في كومباتيبلتي او انتجريشن ما بين الريسورسز وبعضها عشان نشتغل عمليه يعني تحديد الريسورسز دي والانتجريشن اللي ما بينهم ده دي مسؤوليه الامبلمنتيشن او الاورجنايزنج ده خلاص كما استراتيجي امبلمنتيشن بروبلمز توك مور تايم ذان بلاند ذاتس يوجوال unanticipated major problems, poor coordination, competing activities and crisis created directions, the distractions, employees with insufficient capabilities, poor subordinate training, uncontrollable external environmental factors, poor departmental leadership and direction, inadequately defined implementation tasks and activities, insufficient information systems to monitor كل الكلام ده ممكن يحصل. These are common strategy implementation problems. أهمهم على الإطلاق. إيه؟ يليهم؟ إيه؟ بس. سواء عندي مع رخصة درجة ثالثة ما بعرفش أسوق. Coordination. العربية المفروض انها تكون موجودة هنا الساعة 12 محدش يتصل اصلا ولسه هناك عادي المشكلة الأزلية اللي عندها في مصر هتشلك او تلاقي مديرك يجيلك كده يعني في وسط النهار كده يقول لك بص في اجتماع كمان ربع ساعة في مكتب الوزير انزل اكتب اعمل ايه؟ انزل يعني هيتكلم في ايه طيب؟ انا هنزل اعمل ايه؟ لا الموضوع يقول لك الموضوع كذا طب انا انزل اعمل ايه؟ يقول لك انزل اسمع بس. طب هو انا فاضي عشان انزل اسمع بس. احنا الحكايه دي عندنا في الحكومه يعني. لا 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 حضرتك في الخاص. حدث ولا حضرتك في الخاص. كويس؟ تنزل الاهتمام. تلاقي الموضوع كله بيتكلم في حاجه مالهاش علاقه خالص باللي انت بتعمله. طب انت نازل بتهتم ليه؟ طب يعني انا ورايا 500 حاجه ثانيه اعملها طبعا. خليني اخلص شغلي. كويس؟ ذس از سمثينج. تنزل الادهى بقى تنزل هي لو الموضوع ملوش علاقه بيك خالص على الاقل هتبقى قاعد سيف ما حدش هيوجه لك الكلام ده يعني خلاص ادينا نزلنا قعدنا شويه تحت الوزير خلاص خلاص بس المشكله بقى لما يجي الموضوع في صندوق شغل بتتسيف ما تعرفش تقول عشان ساعتك مش جاهز اساسا انك تقدر تكون فاهم الدور الدور الحكومه لا 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 ما تبصش بس لا الحكومه ما ينفعش لا 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 ما ينفعش جايبين اجتماع انا مش عارف ده الوزير ممكن يسير على الهوا على حاجه هو مش عايزها ولازم تطلع لها اجابه بيحصل لما يطلع لي اكسبت ماشي بيحصل يطلع ولا ما بيحصلش؟ يبقى تعالى سعادتك انا ادعوك كويس اقول لك حاجه ليه؟ اعمل لك ايه؟ اقول لك حاجه اقول لك ايه؟ اقول لك اقول لك اقول لك حاجه تيجي تبدل الوظيفه مع احتفاظ مع احتفاظ كل واحد فينا بالسعر بتاعه عشان بس ما تقوليش ان انا يعني ايه يعني داخل على طلعه مش الفكره كويس ما مش هم بجد الوزن بص لما انت توقع في مكان تتسال سؤال ما تعرفش ترد عليه كويس للاسف الشديد عشان اللي بيسالك السؤال ده ما هوش فاهم تمام هيقول لك انت كمان ما انتش فاهم ما انتش واخد بالك من شغلك طب انت معاك هيتاخد عنك فكره او على الاقل ما تقوليش بص هو مش هيفيد انا مش هتفيد ماشي ما حدش هيفيد لازم تبقى عملت مصيبه صوبه يعني عشان ماشي ده قانون العمل وكل القصص دي بس الفكره كلها ان انت خلاص انت حاجه ما تقدرش تعرفها حط في ثلاجه هقول لك حاجه لا لا هقول لك حاجه اسوء بس انا هقول لك اوريدي اللي قدامي ما بيعملش اي بي سي لما هو يسمى بتحضير للاجتماع وبعد كده تبدأ تلومني وتدني يعني انا محتاج اعرف الميتنج ده الاجنده بتاعته ايوه ايوه محتاج اجهز معايا ايه؟ محتاج
محتاج ان انا اتحرك كل وانت لو قلت له جاهز. لو قلت له لو قلت له المدير هينزل الكوره مش ما مش هو ده اللي حصل. انت عايز نقول له كده احسن بس انا المدير هيتشط بص القطاع الخاص from my experience ان انت لو نزلت حضرت اي حاجه وانت مش مؤهل يعني مش جاهز لها بس لو سالت حاجه انت عارفها وقلتها وقلت راي ممكن يبقى مفيد او كده ممكن انهم ياخدوا يعني ممكن تبقى العمليه يعني الناس اللي قاعده عاده يبقى عنده سنس ان هو خلي بالك ان انا كمان لازم استفيد من الراجل ده عشان اطلع فلوس. الحكومه كونسل ده مش موجود. كونسل ده مش موجود. احنا عايزين ننزل نسمع كلام باشا. الدنيا تمام والدنيا زي الفل. ايه الدنيا مش هتتغير؟ عندنا 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 وزير موجود دلوقتي عندنا وزير موجود دلوقتي المفروض ان هو جاي من قطاع خاص. اسمه ايه ده؟ المستفز انا عندي مين؟ احد مين اللي هو ده؟ ايه مالي ده؟ فبيصطدم بحاجات كتيره. خلاص؟ واحد مره من الناس يعني بدون ذكر اسماء قعد في اجتماع قال له حضرتك بناء على التعليمات بتاعت سكندا ما تقوليش تعليمات، انا ما عملتش تعليمات لحد. دي مشكلتكم انتم يعني ايه معنى؟ سمعت عن الحادثه بتاعت التعليمات اللي حصلت اول مره؟ في الدار؟ بتاع الخطوط اللي طلعت، الراجل طلع. لحد دلوقتي الحقيقه مش قادر استوعب ان في ناس راحت المنشار مش ابراج وعليها حضرتك ابراج ابراج عارف يعني ايه؟ ابراج لا عارف يعني ايه؟ وشو مشي؟ وشو مشي؟ يعني بس 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 غير خد البوم راحوا قطعوا الابراج لا انا فاكر قطعوا بس ولا سرقه؟ سرقه سرقه ايه ده انا فاكراها ارهاب قطعوا بس لا لا هي الكلام اللي قالها ارهاب وضرب كلام العتوبينه جوه في الكريميه انا اول ما سمعت يا بيه ابراج شغال في الكريميه سرقت ابراج لا لا انا شغال في الكريميه ايه الغباء انا عارف التوربينه فين بس هو حديد بكام ده مش حديد يا باشا شركة ما يستاهلش الريسك بتاع ان انا بكام يا بيه لما بيقف في حته زي في حته زي اللي فيها كريميه في الصحراء في الهم بكام لما بيقف لو الحديد غير كمان وين الابراج دي لما تقع في كام كيلو كابلات هتقع مش بس الجرم هو يسرق الكابلات كمان طبعا طبعا هو ايه هو بقى هو ما هو اللعبه ما هو اللعبه كلها على كابلات حضرتك هو اللعبه مش على الحديد بتاع الجرم هو عايز الكابلات عصابه ونزلت دوله ما فيهاش حد نزلت في حته صحراء ما فيهاش حد لا في حكومه ولا في جيش مش عارف ايه احنا بيطلع من عندنا شيء شهري الداخليه عشان تعمل طب انت عامل ايه؟ ها دي دخلت معايا انا ولا خليك كده احسن خليك اللي فعلا الشغل بص انفورشنتلي بيوصل لحاجه مشكلتنا في مصر بمنتهى البساطه احنا عندنا انا في ناس كتير جدا ما بلمهمش على فكره احنا عندنا ناس تم اختيارهم بالاسلوب ده عند عشان يبقى اختار الاسوأ يعني انت قدامك ثلاثة اربعة وظيفة انت المفروض انت تختار الاحسن انت تختار الاسوأ عشان الدنيا تقع 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 بس اتقسمت بس مو في مصر انا شاكر كده انه انا اتعودت ان انا اوريدي كنت 20 سنة شغال في شركات بحضر حاجات مالتي ناشونال انا ما بعرفش اسكت خالص فما ينفعش انه قال لي في ميتنج دي ايه؟ لا تعالى لي كويس دي بس الاخلاق اقول لك حاجه اسوأ من كده مره اتسالت في احد الاجتماعات مش في وزاره في وزاره ثانيه بس في اجتماع على مستوى
وزارة وطبعا مني انا اتكلم في الجزئيه بتاعتنا واتكلمت في الجزئيه بتاعتنا اللي هي المفروض انها لازم نركز عليها دلوقتي الناس كلها بتطمطم بيها اللي هي الريوبل انرجيز الطاقه الشمسيه بمعنى اصح تحديدا يعني اتكلمت عليها وفجاه لقيت كل اللي قاعدين بلا استثناء من اربع وزارات كانوا قاعدين كل واحد كويس نرجع بقى تاني نتكلم في الفحم تمام الاكشن اللي انا خدته بعد حوالي من دقيقه 1.5 سنت لما هو هتستمر تاني بالسنت وانت جايب من التقنيه الكلام ده عندنا مشاكل بس معاك المفروض محمد يعني محمد شكل المفروض يكون راجل مين اللي معاه؟ البطانه اللي معاه شكلها برضه نفس المشكلة يعني نفس المشكلة حضرتك هتفهم ازاي بقى؟ هتفهم ازاي؟ ما هي برضه المنطقة هتفهم ازاي؟ يبقى لازم احط باند درافت لازم يا سيدي فاضل انا قلت لكم الكلام ده في الكورس بتاع اتش ار انا بيجي لي تقارير السب اوردنتس مهندسين الصغيرين معايا لازم تحط له رقم لا يتجاوز 92% الايفالويشن التوتال سكور بتاعه نو مور ذان 92% وحضرتك بقى ولازم انا اسف بس اكمل ولازم احط له ما ينفعش احط له اقل من 90 ما انا لو حطيت له اقل من 90 ما انا بزيد اصل اقل من 90 بدخل في جيد جدا 90 ممتاز كويس فانا بزيد انا عارف ان هو شغال انا فاهم اشتغل على قد امكانياته وعلى قد اشتغل طبعا بالقايم واحد في توتال كمان يعني ايه ما تحطوش اكتر من 92 من الاساس ما ينفعش اساسا ان انا احطه يعني ان انت تقول ايه لما تيجي تترقى يبقى انت لازم تاخد تقريرين ورا بعض ممتاز طب ما كل الناس بتاخد ممتاز فهتترقى طب تعالى اتفرج بقى الناس دي بتشتغل ولا مش بتشتغل كل حاجه عشان كده كان المقياس بتاع النمسا لما خدوا وزير الخارجيه 29 سنه خدت بال حضرتك يعني ده بيدل ان في سيستم موجود هناك ملوش علاقه بقى بالتغييرات ولا انا محتاجك هنا يعني احنا اليوم ما هنسمع مثلا ان وزير الكهرباء المصري عنده 40 سنه يبقى احنا حققنا انجاز كبير جدا وعندنا كل مراحل في سنه يعني مش لازم وزير الكهرباء يبقى عنده 65 سنه قادرين ان احنا نحل مشاكلنا كلها وعندنا ريسورسز من دوله متقدمه جدا بس حاجه كتير في العالم كويس ولكن لما نبقى عايزين نعمل او تتاح الفرصه development programs budgets procedures هناخد الاستراتيجيز بتاعتنا دي هنعمل منها programs basically they make strategies يعني strategies action oriented matrix of change, budgets and procedures. Budgets طبعا معروف الكلمة provides the last real check on the feasibility of any strategy, procedures of organizational routines, detail of various activities that must be carried out to complete corporation's programs. كويس؟ هي هنقف عند النقطة بتاعت matrix of change دي ونكمل إن شاء الله بعد ساعة. لأن الموضوع change ده يعني شوية إحنا بنتكلم فيه شوية. بس ان جنرال زي ما قلنا احنا هو اتس ا بروجرام حط البروجرام ده بديل البروسيجرز بتاعته ده جزء من الاورجنايزنج بتاعته اوكي شوف بقى مش موجود النهارده. لا والله. اعلى من المره اللي فاتت ان هو رايح الجزائر.